أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى ونرحب بكم عبر شاشة قناة المرقاب، ونتلقي بحد الضيوف المشاركين في مزاين الإبل في دولة الكويت. وأحد المشاركين تعرف فيك طال عمرك. عبد الرحمن بن عبد الله المورجي العتيبي. والنعم، حياك الله طال عمرك. المشاركين في المزاين. اي نعم، مشاركين. في أي فئة؟ مشاركين في التلاد وفي الجبل. نعم، بالخمسين. وشلون استقبال اللجان لكم والترتيب اللي في المزاين؟ استقبالهم طيب وعلومهم طيبة ومتسهلة أمورهم وعلومهم طيبتين كلها بالحيل، مع المشاركين ولا السعوديين ولا أخوانا الكويتيين. في تسهيلات عن طريق المنافذ لدخول عبور الإبل عن طريق المنافذ، في تسهيل إجراءاتهم؟ نعم، تسهيلات إجراءاتهم طيبة ولا عندهم أي مشكلة مرة، لهم طيبة كلها واستقبالهم ويهلون ويرحبوا وبيض الله وجيههم. لا الجمارك ولا سلاح الحدود ولا كله. شكرا طال عمرك. شكرا. شكرا للجميع. كلمة لقناة المرقاب. نقول شكرا لقناة المرقاب وبيض الله وجيهكم وعلومكم طيبة ودائما انتم متابعين معنا ومع أهل البل، وجزاكم الله خير وبيض الله وجيهكم وعسى الله يعينكم. سلام يا بن صباح، سلام يا بن صباح، ونقول سمع وطاعة، سلام يا بن صباح، سلام يا بن صباح، ونقول مرحبا أعزائي المشاهدين، حياكم الله في قناة المرقاب، ونلتقي بحد الضيوف في مهرجان المزاين للإبل في دولة الكويت. الله يطول لي بعمرك، ومعك عيد ظفيري من السعودية. حياك الله أخ. الله يطول لي بعمرك، وحنا زوار للمهرجان، وفرصة سعيدة أن من قبل سنتين وحنا نبي نزور هالمهرجان ولا تسنت لنا الفرصة، ولكن هالمرة أجبرنا نفسنا وقلنا لازم أننا نزور دولة الكويت وخصيصا للمهرجان. ونشكر طبعا الحكومة الكويتية حكومة وشعبا على حسن التنظيم وعلى حسن الاستقبال، وما شاء الله تبارك الله، يعني خليج واحد ولا كأنك يعني جاي غريب لدولة الكويت صراحة. فنشكرهم على حسن تنظيمهم وترتيبهم والاستقبال ما شاء الله، وكل شيء طيب هالمهرجان.
نشكرك طال عمرك على هذا اللقاء طال عمرك، ونراكم إن شاء الله عن قريب. الله يطول، وأعدكم إن شاء الله أني برايح بعد السنوات القادمة أني أشارك بمنقية خصيصا للمهرجان هذا. الله يطول لي بعمرك، ونشكركم ونشكر قناة المرقاب. سلام يا بن صباح، سلام يا بن صباح، ونقول سمع وطاعة، سلام يا بن صباح، سلام يا بن صباح، ونقول سمع الرحيم. نرحب في السادة المشاهدين، ونرحب في قناة المرقاب، القناة الأصيلة، قناة البادية المتواجدة اليوم معنا في ميدان مزاين الإبل في دولة الكويت في الموروث الشعبي الثالث. معاكم محدثكم سعد بن ملف السبيعي، رئيس لجنة تحكيم الإبل. السنة هذه طبعا عندنا تغييرات في التحكيم، اللي هي في قصدي في الأشياء الجديدة اللي زودناها، اللي هو التلات 25 اللي هي الصفر والشعل والحبش ذود واحدة، الوضح والشقح والحمر ذود واحدة، حطوا طال عمرك التلات 15 جائزة وافقوا عليها الشيوخ جزاهم الله خير بدل 10 جوائز، دخول الحلال من الحماطيات ومن مركز الرقعي دخل بسهولة، ونشكر القائمين عليه على دخول الحلال اللي هو المقدم بشير الفغوم والمقدم بزيع السهلي، وأخواننا الكويتيين في مركز الرديفة برئاسة المقدم يوسف الصواق على تسهيلهم مهمة الدخول، وإخواننا في الجوازات وإخواننا في الجمارك، وحنا ما جينا هنا إلا لهم، مستعدين لهم، وجايين حاطين لجنة إن شاء الله من خيار ملاك الإبل، وإن شاء الله يوفون بالغرض المطلوب. في بعض الملاحظات الملاك الإبل نبي تراشونها، بس أهم شيء عندنا اللي هي بعضهم يسبق الإبل، اللي هي يسبق الحمراء الشقح يسبق حمراء الشعلة والصفراء، وهذا مرفوض ويشطب. ثاني شيء دق الإبر، اللي يدقون إبر ترانا بنلاحظ وبندقق، أي واحد يدق إبر راح يشطب ويشهر فيه قدام الناس، راح علم نفسي أذيعه قدام العالم في القنوات إن فلان بن فلان طق إبر. هذه حيوانات وشاريها مبالغ مالية مي بسيطة، وش ليش انت معنات اللي يطق ابر؟ انا اقول لهم براي حلال، وانه ما يعرف الحلال، الحلال اللي يشتريه ويشتري بالملايين ما يفرسه ويطق ابر. ثالث شيء طعمك ربط الفم، في ناس يربطون افوام البل، وتجي واضحه الصبح لما تجي طعمك اسبالها متغيره وكذا، هذا مرفوض وممنوع منع بات. الرجاء منهم التقييد، الرجاء منهم نكررها التقييد، لا نشطب أحد منهم ويقول باسر بيض الله سود الله قبل يدخل الميدان. الألوان التقييد بالألوان، التأخير البداية من 7 الصبح الساعة 11 يسكر البوابة ممنوع حد يدخل.
الاعتراضات بعد اعلان النتائج ما في شيء اسمه اعتراضات. هذه لجنه وحالفه، ونوعدهم ان شاء الله ان اللجنه صادقه واللجنه من جميع القبائل، ولا حد ياخذ حق احد، مستحيل، هذا وعد منا لهم. ولكن يجي ويقول انا لا، انا الثاني، انا الاول، انا كذا كذا، انت احنا حق حيوانات ما نحكم بشر، وحقهم محفوظ، كرامتهم محفوظه عندنا، اما الحيوان هذا حقه، خذ نسبته مع غيره. لا يجي باسل يقول لا انتم اعطيتوني شيء مهوبليه، انا كذا مثل الاول، انت وش يفيدك؟ لا راح نغير شيء، انت اكل شيء، واللجنه مقسمه. ثاني شيء سريه اللجنه، عندنا سريه تامه، لا حد يجي ويشغل اللجنه ويقول يا فلان علم نتيجتي، هذا مستحيل. حالفين اللجنه على المصحف وحالفين بيننا السريه، انا منهم، ارجو ان لا حد يجيني يسالني عن النتائج، لانه مستحيل تطلع. والنتائج يحكمون في كروت ويعطونيها، بعض الحكام ما يدري شنو تحكيمه، هو ادلى بصوته ولا يدري شنو النتيجه الا انتهى الحفل. وشكرا جزيلا لقناه المرقاب، القناه المتمكنه، قناه الباديه، ونشكرهم جزيلا على حضورهم، ونرجو استمرارهم معانا هالسنه وكل سنه، وحياكم الله.